هلا زي ما بتعرفوا بسلسله افشل مواهب التيك توك دائما بنجيب مواهب فاشله بالتيك توك، بس بتعرفوا شو افشل موهبه من افشل مواهب التيك توك؟ خلينا اورجيكم. بني 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 يا رب بني بني. برافو اي جات ات ذس تايم. واو واو خلينا نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ معاكم بدر 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 بدر. اليوم جبت لكم فيديو من السلسلة اللي كلكم بتحبوها واللي هي السلسلة الوحيدة اللي احنا بنعملها بهاي القناة، سلسلة أفشل مواهب التيك توك. بس حلقة اليوم راح تكون مميزة لأنه أنا جبت أفشل 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 مواهب التيك توك. اليوم راح نحكي عن تيك توكرز ردة الفعل، عرفتوهم صح؟ اللي بيعمل ردة فعل على أي شيء بالعالم، يعني حتى حمام ممكن يعملوا عليه ردة فعل. بالضبط هدول هم ضيوفنا بحلقة اليوم من سلسلة أفشل مواهب التيك توك. قبل ما نبلش ونشوف هدول التيك توكرز الخرافيين، أنا حابب أحكي لكم إنه العداد وصل 190,000، يعني مش ضايل إشي ومنوصل 200,000 حالياً. الاشتراك إجباري إجباري على الجميع. إذا أنت جديد أول مرة تشوفني وفتحت هذا الفيديو بدك تشترك، ما في خلص أنا آسف، يعني ضل نتفي صغير ومنوصل 200,000. فجد بتمنى إذا أنت ما بتعرفني ومش مشترك عندي وشفت هذا الفيديو كمل هذا الفيديو، عجبك اشترك معنا، ما عجبك حط لايك وروح خلص، يعني مش مشكلة. والناس اللي قدام أنتوا عارفين كل القوانين، حطوا لايك كومنت للعداد، لانه نزهت من الموضوع اضل احكي لكم ما تحطوش كومنتات للعداد، خلص حطوا للعداد، انا مبسوط انكم تحطوا للعداد كومنت، اعملوا لي فولو انستغرام، هذا اسمي انستغرام، اعملوا لي فولو انستغرام وابعثوا لي شو حابين اعمل الفيديو الجاي. طيب يا جماعه خلينا نبلش ونحكي بموضوعنا عن فيديو اليوم. اليوم رح نحكي عن ثلاثه تيك توكرز كلهم بيعملوا رده فعل، ورح نبلش اليوم باكبر تيك توكر فيهم اللي هي التيك توكر شروق. شروق عندها على التيك توك 6 مليون مشترك، وانا حكيت عنها باول حلقه من سلسله افشل مواهب التيك توك، واليوم حبيت اضيفها لانه اذا احنا بنحكي عن رده الفعل بالتيك توك ما بقدر ما اضيف شروق. هلا لما تيجوا تشوفوا 6 مليون بني ادم عمل فولو لشروق، 6 مليون بني ادم بيعجبهم محتوى شروق، بدون ما تسال حالك راح تحكي انه محتوى خرافي واسطوري، صح؟ خليني اورجيكم واحد من فيديوهات رده فعل شروق على التيك توك. هيدا الفيديو جايب 26 مليون فيو، بدي اشوف كرمال شو، يعني ام كيريوس بس. تا تا تا. بس خلص خلص الفيديو، والله والله هيك خلص خلص هيك كامل، انتوا شفتوا الفيديو كامل كامل، انتوا شفتوا ردة فعل شروق على الفيديو كامل هيك بس خلص. ردة فعل 6 مليون، 6 مليون يا جماعة ايش بصير بالعالم، ايش بصير، ايش في 6 مليون مشترك جايين يشوفوا هذا المحتوى؟ 6 مليون اقسم بالله صرت احس انه التيك توك صار يعمل مرض للناس، والله 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 مش عم بمزح والله. يعني ايش المحتوى اللي بتعمليه؟ مشان الله انت بس جبت الفيديو الاصلي وحطيتي حالك جنبه، هذا الفيديو جاب 16,000 مليون لايك، خلينا نشوف هذا الفيديو بس بدي اشوفه. يعني ما كناش مهتم بالفيديو اصلا، بس حطته جنبها لانه هذا الفيديو جايب مشاهدات، هي بدها تاخذ مشاهدات من هذا الفيديو بس. هذا بالضبط اللي بيعملوه تيك توكرز ردة الفعل، بيشوفوا فيديوهات جايبه ملايين اللايكات حطوا وجههم جنبه عشان يجيبوا لهم يعني 200,000 لايك 300,000 لايك من هذا الفيديو، يسحبوا لايكات من الفيديو المشهور بس. بس عشان اكون عادل صراحه، شروق في بدايه طلعتها على التيك توك ما كانت مركزه بس على الفيديوهات المشهوره كثير، كانت تعمل برضو على فيديوهات صغيره، وكانت تعمل فيديوهات ردة فعل على الصابون. المحتوى اللي كثير انشهرت فيه شروق ردة فعلها على الصابون. إذا بتسألوني شو ردة فعل على الصابون، بالضبط هي كانت تشوف واحد ماسك صابونه وتعمل ردة فعل الموضوع بس 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 حرفيا بس، والله هذا اللي كانت تعمله. بس شروق وقفت هذا الإشي لأنه إجا عليها انتقاد كثير كبير من هذا الموضوع، لغاية ما نزلت هاي التيك توكاية. جايز حابين أعمل فيديو صابونة وفيديو راحة نفسية ولا لا؟ شروق أنا حابب أحكي لك إنه أنا صار لي أسبوعين ما عرفت طعم النوم، لأنه نفسيتي مش مرتاح، نفسيتي مش قادر ترتاح، بدي فيديوهات صابونة وراحة نفسية، لازم تعملي لنا فيديوهات راحة نفسية. في ناس جد نسيت طعم النوم لأنه نفسيتي حاليا متدمرة من هذا الموضوع، متدمرة. فيا شروق بتمنى منك إنك تنقذ الملايين وتعملي لنا فيديوهات الراحة النفسية وفيديوهات الصابونة. بناء على طلبكم جبنا فيديو صابونة جديد وفيديو جديد للراحة النفسية شروق رجعت تعمل فيديوهات الصابون. صابوني روعة صراحة، شوفوا تنسيق الألوان. واو تنسيق الألوان عن جد ألوانها ساحرة. أوه ساحرة جدا. ويا عيني على الراحة النفسية. أوه ارتحت جدا كثير ارتحت. يا جماعة برجع وبذكركم هذا المحتوى فيه 6 مليون بني آدم اجوا عشان هذا المحتوى. شوف شوف شوف
شو؟ يعني انت بني ادم الله خلق لك عقل، صح؟ صح. روح على الفيديو اللي بيعمل لك راحه نفسيه وتفرج عليه وارتاح نفسيا. ليش تروح تتفرج على شروق وهي بتتفرج على فيديو للراحه النفسيه؟ عشان تشوف شروق وهي بترتاح نفسيا على فيديو راحه نفسيه، عشان انت ترتاح نفسيا على راحه شروق على فيديو الراحه النفسيه. اخ يا جماعه، والله والله ما بفهم كيف في ناس بتتابع هذول التيك توكرز، والله ما بفهم كيف. طيب خليني اشوف اخر فيديو لشروق قبل ما ننتقل للتيك توكر الاسطوري اللي بعدها. الطريقة الصحيحة لوضع الليبستيك أو الروج. يا عيني عليك يا شاد. روح خلص تمام. انا بدي احكي عن الشيخ هذا شوي. يا شيخ ايش هاد؟ ايش هاد؟ ايش فيه يا شيخ؟ كلهم كم يوم اللي حضرونا وسكروا جوامع فيهم، ايش مالك يا زلمه؟ مسك الحمره ومبسوط. يمسكك يا شيخ تحط حمره. جماعة ايش صار في العالم؟ ايش صاير في العالم؟ ايش في؟ ايش بصير بالعالم؟ ايش اللي عم بصير بعقول العالم؟ اقسم بالله يمكن هاي اكثر سنه ببين فيها جنون البني ادمين. 2020 هاي سنه على الشطب، والله شطب شطب. طيب يا جماعه خلينا هلا نشوف التيك توكر الثاني معنا اليوم. التيك توكر الثاني معنا اليوم برضو انا حكيت عنه قبل هيك، اللي هو ايمن تيوبر. يمكن كثير منكم شافوا فيديوهاته لما يجي يحكي لك ركز ركز راح اقرا عقلك. ايمن في بداياته ما انشهر بردت فعله على الراحه النفسيه والصابونه زي شروق. ايمن في بداياته كان يعمل اهبل محتوى موجود على التيك توك، حرفيا كان يعمل اهبل محتوى موجود على التيك توك كامل، حتى ايمن كان مقر بهذا الموضوع. هذا مش الاول صراحه، كان لسه في قبله مقاطع ومسحتها، كانت مقاطع هبل على الاخر. فبيوم من الايام ايمن قرر انه يغير محتواه ويعمل رده فعل زي شروق. بس انا يا ايمن من حد ما غيرت محتواك ولا مره حكيت على محتواك الجديد، فبحب احكي لك اهلا وسهلا فيك في سلسله افشل موهبه تيك توك. ما شاء الله يا جماعة، المقطع واصل 11 مليون و700 ألف لايك، هل يستحق هذا الرقم العالي ولا لا؟ والله ما بعرف. أيمن أيمن أنا بحب أحكي لك إنه أنت فاهم موضوع ردة الفعل غلط، غلط تماما فاهم موضوع ردة الفعل. شوف يا أيمن، هلا ردة الفعل هو إنك تبين وجهك وتحط فيديو جنبك وتعمل هاي الأشياء. وا أو وا 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 وتحكي شكرا على المنشن وحبيت وراح نفسي وهي الاشياء. بس اللي انت قاعد بتعمله يا ايمن ردة فعل على اللايكات. بالضبط، انت قاعد بتعمل ردة فعل على عدد اللايكات اللي على الفيديو. المقطع واصل 11 مليون و700 الف لايك، يعني انت حرفيا بتكون ماشي بالتيك توك ما بتتفرج على الفيديو، بتتفرج كم لايك عليه. شفت عليه اكثر من مليون لايك. اوه واو، مليون لايك، هل يستحق هذا الفيديو مليون لايك؟ ايمن ايمن انت فاهم ردة الفعل غلط تماما، غلط تماما. خلينا نشوف كمان فيديو للاستاذ ايمن. استحق المليون لايك. يا ايمن حكيت لك، انا حكيت لك، والله حكيت لك، انت فاهم الموضوع كله غلط. يعني انت مالك، انت مالك اذا تستحق ولا ما تستحق؟ انت مالك فيديو جايب مليون لايك، انت مالك تيجي تحكي يستحق المليون لايك؟ يستحق يستحق. انا عارف انه انتوا المليون واحد كنتوا كلكم تستنوني عشان احكي اذا هو يستحق المليون لايك ولا ما يستحق. انا عارف انا عارف، مش عارف شو بدي احكي لك والله. خلينا نشوف اخر فيديو للاستاذ ايمن قبل ما ننتقل للتيك توكر اللي بعده. هذا الفيديو واصل 2 مليون و300 الف لايك، هل يستحق؟ ما لك دخل، ما لك دخل، اعمل ردة فعل على الفيديو. هذا الفيديو كله استرخاء، المفروض اوطي صوتي علشان تحسوا بالاسترخاء. وحد الله يا ايمن، ايمن وحد الله يا زلمه، كلنا استرخينا، كلنا استرخينا بس سمعنا صوتك في الميكروفون، كلنا. يا جماعه انا بس شفت الفيديو استرخيت. ايه ايمن ايمن شو بتسوي؟ شو بتسوي؟ استرخاء استرخاء. يا سلام. وخي ايمن ايمن البس البنطلون يا زلمه، شو بتعمل؟ شيل البنطلون. يا سلام حبايت. والله يا ايمن انت فاهم موضوع ردة الفعل غلط، والله انا متاكد انه انت فاهم موضوع ردة الفعل غلط. ليش شلحت البنطلون؟ لا انا بمزح ايمن ما شلح البنطلون، بس حبيت انكت معكم شوي على الفيديو. خلينا نشوف هلا التيك توكر الثالث والاخير معنا بمحتوى ردة الفعل، اللي هو تيك توكر باسم هذا الاسم. هذا التيك توكر بينزل محتوى ردة الفعل زيه زي ايمن زيه زي شروق، يعني زيه زي شروق اكثر من ايمن، لانه ايمن بيعمل ردة فعل على اللايكات بس. بس هذا التيك توكر فيه مشكله كثير كبيره كثير كبيره. خليني اورجيكم شو بنزل على التيك توك. مع المنشن. شو هيدا اللي عم تحطه بالصحنيه؟ كرز تفاح. اوه حبيت، راحت جمديه جليديه.
جاية تاكل بأقزمية. صديقي أنا حاب أحكي لك شغلتين صغار. الشغلة الأولى ردة الفعل لازم يكون مبين فيها وجه عشان نشوف ردة فعله، فردة الفعل أقل ما فيها لازم تكون مبين وجهك اللي أنت حاطه، حاطط وجهك على تمثال، فإحنا شو مستفيدين من أم ردة فعل التمثال؟ هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية إذا كان الفيديو بيعمل راحة نفسية فصوتك لحاله بدمر النفسية، مش بخرب، بدمرها تدمير. الصوت يا جماعه في مليون بني ادم عامل فولو لهذا الشخص، يعني انا مش فاهم، انتوا المليون، انتوا المليون اللي عندكم عقول بتفكروا فيها، المفروض انه عندكم عقول، ليش عاملين له فولو؟ اعطوني سبب واحد مقنع ينعمل عشانه فولو لهذا البني ادم. ما في لا في رده فعل ولا صوت، ولا حتى اذا فيديو راح نفسيه بخرب ام الفيديو. يعني انا مش حكيت لكم انه هذا افشل محتوى بالتيك توك؟ هذا افشل واحد بافشل محتوى بالتيك توك. هاي لحالها بتكفي. طيب يا جماعة أنا لهون راح أكون نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا أنت جديد ومش مشترك معنا وعجبك الفيديو اشترك عشان قربنا نوصل ل 200,000. ما تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات لأنه في ناس كثير مش مفعلين جرس التنبيهات، وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل ما أنزل فيديو يوصلكم أول ما ينزل. ما تستعملوا فولو على انستغرام، اسم الانستغرام راح يكون في أول تعليق، وحطوا لايك على هذا الفيديو وأنا إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. حبات.